وين خواتي؟ البنات نايمين. خبرك أمس كان يوم متعب. الفالتش إن شاء الله. شكراً. أروح أناديهم. قعدي. لا تنادينهم. ما له داعي، هم تعبانين على قولتك، خليهم نايمين. بس أنا أبي أحد أسولف وياه، خلاص بسولف معك. خلاص أوكي. أنا نادي لك وحدة منهم تسولفين معها وايد أحسن. لا لا لا، أنا أبيك أنتي، أبي أسولف معك أنتي. أقول لك تهاني، سيارة منو اللي عند الباب؟ سيارة؟ ما أدري، بس شنو شيء ما أنت اشتغلتي بالتحريات يعني قاعد تجسسين علينا؟ بسم الله، كلتيني بقشوري، مجرد سؤال يا أختي، مجرد سؤال، إيش فيك؟ يعني والصراحة بيتنا من بعد ما مات أبوي الله يرحمه صار وكالة من غير بواب، كل من هب ودب من أهل ما سيا وخذ له غرفة وقعد في البيت، ما شاء الله استعمرتوا بيتنا كامل، ما بقى لنا مكاني والله. بس عادي يعني تخبرك، يعني أنا حاتي لأن البيت كله بنات، يعني ما يصير كل من هب ودب ويسكن في بيتنا. إيش قصدك؟ ما أقصد شيء يا ربي، دلوعة على طول بتزعلين. أنا أديلك واحدة من البنات يسولفون معاك وايد أبرك. والله ما تقومين. قعدي، مو أنت قلتي البنات تعبانين من أمس؟ خلهم نايمين. أختي أنا متضايقة أبي أسولف. تفضلي، سولفي. يعني شوفي بس أسألك سؤال. أنت لمتى ناوية تقعدين في بيتنا؟ يعني ما تبين ترجعين؟ بتريلك؟ لا إن شاء الله برجع. برجع بأقرب وقت. يعني متى قريب؟ انت وايد طولتي ترى، بعد انتم من النوع اللي ما تنعطون وايد، تقولون من قد شوي تقعدون وايد في بيتنا، لا اقصد يعني شوفي شوفي الموضوع انه يعني انت يا تطلقين من زوجك زين او ترجعين له، واذا تبين نصيحتي تطلقي بعدك حلوه وصغيره، مليون ريال يتمناك. الحمد لله انا كذي وايد مرتاحه، ما ابي اطلق. اي بس انا مو مرتاحه، اقصد يعني لا انت مو فاهمه قصدي، قصدي يعني انت كذي يسمونك معلقه، يعني لا مطلقه ولا متزوجه، وهذا ما يصير شرعا. انا شوفي يعني كل كلامي في الشرع، ما لي شغل. شيماء الله يهداك، انت جايه من صباح الله خير عشان تطرديني من بيت اختي ولا شنو بالضبط؟ حاشا ابدا، انا ما اقصد شيء، حياك البيت بيتك، انا ما قلت لك طلعي، انت الداخله وانا الطاله، بعدين بيتنا كبير، صدق خواتي ما ياخذون راحتهم بس بيتنا كبير عادي. تفضلي قولي ايش عندك. شوفي انا ابي اطلب منك طلب. عمري قولي حق اختك ماسة كلمه واحده، عيب عليها تحرض خواتي علي، عيب عليها تشجعهم على قطعتي. شوفي هي شو مسويه، جايبتكم كلكم اهلها حواليها قدام عينها، انا من لي؟ انا خواتي كلهم مبتعدين عني، مثل ما هي تحب الشيء حق نفسها خلت حبه حق غيرها، خذت ابوي مني وانا ما قلت شيء، الحين بعد تاخذ خواتي؟ ما يصير كذي، حرام عليكم، انا بروحي ما عندي حد، ولا تظنين ان عبد الوهاب مكفي، لا انا محتاجه خواتي قدامي. ان شاء الله ابى اقول لها كل الكلام اللي قلتي. ايه ضروري تقولين لها، يلا انا اذنك.